لا معقول نكون حاسدين لندى انه في حدا بيحبها لهالدرجة وبده يتجوزها؟ حدا بيحبها لهي الدرجة ورح يعملها ست بيت. بكره بصير عندها حمل وبتترك الجامعة، وهو بصير ممثل مشهور على كتاف أبوها، وهي بتصير بترسم وبتعلق هاللوحات بالبيت. وبعدين بتشيلهم وبتحط صور البيبي، بعدين صورها هي وياه، بعدين بتنسى انه كانت طالبة فنون جميلة. على شو بدي احسدها؟ انتي ليه ما بتحطي مكياج دائما؟ ليه؟ بتعرفي تحطي كتير حلو، من وين متعلمة؟ كأنه أمي مدام هيفا قبل ما تفتح المطعم كانت فاتحة صالون حلاقة، وللصدفة إنه هي كمان كانت تدرس جامعها. قام شو؟ قام تجوزت لأنه حبت أبي، وهلأ آخرتها فاتحة مطعم. بقى شفتي شو المستقبل تبع الست ندى؟ ولسه بتقولي لي حاسدينا؟ هلأ بدك تقولي لي عقد ومو عقد، بس أنا صريحة مع حالي، يعني يا ريت حب حدا ويحبني ويجي لعندي ويقول لي تتزوجيني. بعتقد من لما كنت بالعاشر وأنا عم عيد هاي اللقطة ببالي، كل مرة مكان وكل مرة شكل، إنه حدا يحبني. هلأ ما تتمسخري، بس بحب هاي الشغلة اللي اسمها عيلة، ومن زمان. بعدين لا تنسي انه انا ولا مره شفتهم لماما وبابا عم يتخانقوا، يعني ماما توفيت وهن دايما مبسوطين وعم يضحكوا. انا العيله عندي غير عندك لينا.